هي عشان الزيارة يعني؟ لا طبعا. واحنا من امتى يعني في زيارة بتعطل وتقفل لما سافرت خلاص بعد اذنك؟ ولا في مشكلة؟ لا في مشكلة، في تأخير فلوس مش عارف وهو جهة تمثل الدولة، لكن برضه في نفس الوقت ما هو مشغل تحكيم أولين تانيين، هو مش هو اللي شغال بإيه. فلو هو ما بقاش فيه فلوس ما هو الناس هتقف. فمعلش بيتقال لي يا دكتور لو سمحت طب يا فندم ما تصرفهم يا فندم، ما هو الفلوس طالما معتمدة موجودة وتقدر حضرتك تعمل أي مناقلات في سبيل إن المشروع ده يخلص. طب يا فندم أنا بس بأكد، لان طبعا اولا مش مقبول ان احنا ما نلاقيش عمال يعني عشان تقولوا لي عشان الذكاء الكلام ده معلش، لكن الاهم انا بقول لكم اليوم بيخلص.